المؤتمر ديالنا بنشيد الوفاء الطبيعي. شكرا لاشتراكي الذي اتشرف بالانتماء اليه. نعتبر انفسنا امتداد لحركة التحرير الشعبي وامتداد للحركة الاتحادية الأصيلة. كلمة ديال الشبيبة الطليعية، وإنه لنضال مستمر مترابط الزمان عبر التاريخ حتى تحقيق الدولة الوطنية الديمقراطية. هذا النضال الذي أدى إلى استشهاد واعتقال الآلاف، حيث لن تمحى من ذاكرتنا الحزبية والوطنية هذه التضحيات، وسنظل أوفياء لها كشبيبة حزبية واعية بمرحلتها وماضيها ومستقبلها، وتعرف أين تتجه ومع من تتجه بوجود بوصلة سياسية تؤكد على أننا على حق بطبيعة المرحلة، حيث النضال من أجل ملكية برلمانية حقيقية. مدينة أسفي مدينة يسارية بامتياز، مدينة عمالية، وليس غريبا أن تكون أسفي أول مدينة في إفريقيا تأسست فيها جمعية حقوقية سنة 1927 على يد قس برازيلي. فمرحبا برفاقنا في الجمعيات الحقوقية الأسفي، وإحنا مستعدين نتعاون معهم في إطار دفاع على حقوق الإنسان. الآن غنعطيو كلمة لإخوان ديالنا فيدرالية يسار ديمقراطي. هذه الفيدرالية اللي كنتمناو انها تبغر لنا اطار اللي يجمع اليسار بالمغرب وللدفاع عن مشروع مجتمعي، مشروع اللي تبنى فيه ديمقراطية حقيقية وليست ديمقراطية شكلية كما نعيش الان. اذا الكلمة للاخ عثمان سحمود باسم فيدرالية اليسار. ما بين السلطة والمال، هذه المقاطعة التي عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي ومنذ الوهلة الأولى عن دعمها والانخراط فيها. إن هذا الوضع السياسي المتأزم والذي يتم الاتجاه به إلى مزيد من التأزيم من خلال العودة إلى ما قبل 2011 عبر محاكمة رموز حراك الريف بأحكام جائرة عادت بالبلاد إلى سنوات الجمر والرصاص، وعبر تكريس حقل سياسي متحكم فيه لا يمكن أن ينفصل عنه وضعنا المحلي، حيث احتكار فئة واسعة مقربة من سلطة القرار لكل المجالات، مشكلة لوبيا للعقار ولمقالع الرمال، ومهيمنة على كل المجالس المنتخبة عبر تواطؤ مفضوح للسلطات المحلية بالإقليم، مهمشة لكل المبادرات الطموحة للنهوض بهذه المدينة، حيث انعدام المرافق الصحية في ظل وضع صحي خطير عبر نفت كل من المركبات الكيماوية بأسف والمحطة الحرارية لسمومها، وانعدام المرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية الخاصة بالشباب. فإذا نعطي الكلمة للرفاق ديالنا
في النهج الديمقراطي. مستوى عيش السكان بصورة مريحة، ولأن مدينة أسفي مدينة الأغلبية الساحقة من الكادحين بمختلف فئاتهم، فإنها تستنزف يوميا ليظفر أهلها في نهاية المطاف بالتلوث السام الذي يهب على سافنة أسفي من الشمال الإسمنت، ومن الشرق الجبس والمزبلة، ومن الجنوب كيماوية أسفي والمحطة الحرارية إلى آخره. لهذا الاعتبار يجب أن يكون هذا الملف ضمن أولوياتنا الأساسية في نضالنا اليومي المشترك. ولأن المجالس المنتخبة بين مزدوجتين التي تعاقبت على الإقليم شكلت جزءاً من المافيا المخزنية من خلال استشراء الفساد المالي والسياسي في أوساطها، ومن خلال الاستفادة اللامحدودة من الريع، فإنها لا تساهم هي الأخرى إذ في تهميش ساكنة الإقليم وتهينها من خلال الاستهانة بأبسط الخدمات العمومية التي يفترض أن تقدمها لها. لهذا الاعتبار نحن مطالبون جماعياً ببلورة برنامج لمواجهة هذا الفساد المستشري. يجب الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الإجهاز الممنهج على الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والبيئة والتهيئة الحضارية وعلى حقوق العمال والمتقاعدين والمعطلين. إن السياق الذي نتحرك داخله تحكمه عالمياً إمبريالية العولمة، ووطنياً نظام مخزني لا ديمقراطي تهيمن فيه برجوازية متوحشة ريعية ومافيوزية، الشيء الذي ينعكس مباشرة على المعيشة اليومية للمواطن الذي يفتقد المواطنة والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. الديمقراطي الاشتراكي بأسفي وباسم كافة المناضلات والمناضلين نحييكم تحية الوفاء والصمود، ونقدر لكم حضوركم. الإخوة والأخوات في الكتابة الوطنية واللجنة المركزية، الإخوة والأخوات في فيدرالية اليسار الديمقراطي والتنظيمات السياسية الحليفة، الإخوة والأخوات في الهيئات النقابية والحقوقية وفي الجمعيات النسائية والشبابية والثقافية، الأصدقاء في وسائل الإعلام والمشهد الصحفي، الحضور الكريم المحترم. ونحن نفتتح أشغال مؤتمرنا هذا، نستحضر الوضع السياسي المقلق الذي تمر منه البلاد، وخاصة بعد إصدار الأحكام الجائرة ضد معتقل الحراك الشعبي بالريف، والتي رجعت بنا إلى سنوات حسبناها مضت، زمن الجمر والرصاص. نعقد مؤتمرنا هذا تحت شعار نضال واعي ومنظم لرفع الإقصاء والتهميش عن آسفي حاضرة المحيط، ونحن واعون كل الوعي بطبيعة المرحلة وما تفرض علينا من مسؤوليات ومهام، استمراراً لتراثنا النضالي الذي يجسد شرف الوفاء والانتماء الحقيقي والامتداد التاريخي لحركة التحرير الشعبية، ووفاء كذلك لمشروعنا المجتمعي الذي ساهم في بنائه مناضل هذا الحزب وشرفاء هذا الوطن، وعلى رأسهم الشهيدين المهدي بن بركة وعمر بن جلون.